بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ هنكمل ان شاء الله الكلام عن البوينت جروب، بس في ملحوظات الاول احب انكم تعرفوها. كان في سؤال عن السايكلوهكسين في البوت فورم، بوت فورم اوف سايكلوهكسين، وطالما هو بوت فورم فبيكون شكله زي القارب، فادي 6 كاربونز 1 2 3 4 5 6 تمام. فلما يكون السايكلوهكسين موجود في البوت فورم بينتمي للبوينت جروب C2V، لان طبعا بيكون عنده C2 اكسس في المكان ده. تمام، بنقدر ان احنا نلف المركب 180 درجة، فالكربون اللي هنا هتيجي مكان دي، والاتنين دول هيجوا مكان الاتنين دول. تمام، لكن طبعا ما فيش سيجما اتش، تمام، لان في 2 كاربونز اباف ذا بلين. تمام، السايكلوهكسين كمان له فورم تاني، هو التشير فورم، عشان لو قابلكوا في سؤال التشير فورم بتاع السايكلوهكسين بيكون شكله زي التشير بالظبط، بيكون في كربون اباف ذا بلين والكربون التانيه بيلو ذا بلين. تمام، فعايزاكم تطلعوا السيمتري اليمنتس الموجوده في السايكلوهكسين في التشير فورم بتاعه، وتشوفوا هو بينتمي لانهي بوينت جروب، وتكتبه في الكومنتس ان شاء الله. بالنسبة للمركب اللي خدناه قبل كده اللي هو IF5 ده شكله، تمام، المركب ده بينتمي للجروب C4V. المركب اللي هناخده دلوقتي رمزه C2H2Cl2، وده بيكون شكله كده. طبعا المركب في الحالة دي هو ترانس وبلانر، لان عندنا طبعا ال CL وال CL ترانس لبعض، والمركب مرسوم على انه بلانر. تمام، فنقدر نحط C2 axis between the two carbons تكون طالعة في اتجاهنا احنا. تمام، ونلف المركب 180 درجة، فهتيجي ال CL اللي هنا مكان ال CL المقابلة ليها، وال H هتيجي مكان ال H المقابلة ليها، ففعلا في هنا C2 axis. تمام، فاذا السيمتري elements الموجودة عندنا هو ال E اللي موجود معنا دايما، وال C2، وموجود طبعا سيجما H. ليه سيجما H؟ لان المركب بلانر، وده اللي لسه قايلينه من شوية. تمام، وموجود عندنا point of inversion، نقدر نوصل طبعا من كل اتوم خط لحد السنتر ونمشي على امتداده نفس المسافة، هنجد اتوم مكافئة ليها تماما. تمام، يبقى عندنا point of inversion ما بين التو كاربونز. تمام، يبقى عندنا كمان I، المركب ده بينتمي لبوينت جروب اسمها C2H. تمام، طبعا C2 هو البروبر اكسس بتاعنا، التو دي هيت بتاعت C2 بتاعتنا. تمام، والH من السيجما H. تمام، والاوردر بتاع الجروب ده هيت هو 2N، حيث ان دي هي نفسها ان بتاعت الاكسس اوف روتيشن، البروبر اكسس اوف روتيشن بتاعنا. يبقى الاوردر بتاعنا هو 4، لان ال n عندنا باتنين، يبقى 2 × 2 × 4. تمام، يعني عدد السيمتري elements الموجود عندنا لازم يكون 4، واحنا فعلا لما نعدهم هم 4. تمام، مهم جدا ان احنا نعرف ان الاوردر بتاع البوينت جروب، بنقدر ان احنا بنعرف عدد السيمتري elements اللي عندنا، بحيث ان المركب لو اكثر تعقيدا بنقدر نوجد السيمتري elements بمعرفتنا للاوردر. المثال اللي بعد كده هو المركب H3BO3، وطبعا ده شكل المركب، والمركب بلانر، وطالما جت كلمة بلانر على طول عرفنا ان لازم يكون عندنا سيجما H تضم جميع الاتومز بتاعت المركب بتاعتنا. تمام، لو حبينا نطلع السيمتري elements بتاعت المركب اللي قدامنا، فعندنا E. تمام، وطبعا نقدر نحط C3 تكون عمودية على البلين بتاع مركب، لان بمجرد ما نعمل دوران 120 درجة هتيجي ال O وال H ينطبقوا على ال O وال H اللي هنا، واللي هنا هتتحرك وتيجي تنطبق على ال O وال H اللي هنا، يبقى نقدر نعمل دوران 120 درجة، لان الزاوية هنا 120 درجة. تمام، يبقى عندنا C3، بس كلنا لازم نكون واخدين بالنا ان ال CN بتعمل generation، وان ال CN بنقدر نفكها
والاس ان كمان بنقدر نفكها، وتقدروا ترجعوا الفيديو اللي فيه الجنريشن بتاع السي ان والاس ان عشان لو ناسينها تفتكروها. فالسي 3 عندنا منها اتنين، ازاي اتنين؟ لان عندنا سي 3 clockwise وسي 3 انتي clockwise. سي 3 clockwise هنمشي 120 درجة، سي 3 انتي clockwise كأننا ماشيين سي 3 مرتين، 120 و120، تمام. وطبعا عندنا سيجما اتش، وخدنا في القواعد ان السي ان لما يكون معاها سيجما اتش على طول بينتج لنا اس ان، فعندنا اس 3 وعندنا منها اتنين ايضا، اتنين من الاس 3، يعني عندنا هنا اكسس اوف روتيشن وبلين اوف سيمتري عمودي عليه. فلما نيجي نعمل دوران وبعدين نعمل ريفليكشن على البلين ده يرجع لنا المركب لصورته الاصليه، وهي دي الاس ان، هي دي الاس 3 الخاصه بالمركب ده، روتيشن وبعدين ريفليكشن. فاحنا لو عملنا روتيشن 120 درجه سي 3 وبعدين عملنا ريفليكشن على البلين اللي هو اصلا سيجما اتش اللي هو عمودي على السي 3، هيرجع المركب زي ما هو. فاحنا عندنا بالفعل اس 3 وعندنا منها اتنين، لان احنا اصلا عندنا اتنين من السي 3 اللي نقدر نعمل بيهم روتيشن، تمام. البوينت جروب بتاعة المركب ده هي سي 3 اتش، والاوردر بتاعها ايضا 2n، لان عندنا بتلاتة يبقى 2 في 3 بستة، يبقى لازم يكون عندنا ستة من السيمتري اليمنتس، واحنا بالفعل عندنا ستة. ادي واحد اللي هي الاي زائد اتنين من السي 3 يبقى كده عندنا ثلاثة، واحدة كمان اللي هي سيجما اتش أربعة، واتنين من الاس 3 يبقوا كده ستة، تمام. يبقى ما ننساش أبدا ان سي 3 معها سيجما اتش على طول يدينا اس 3. المركب بتاعنا اللي بعد كده هو الألين، والألين عبارة عن ثلاثة من الكربونز مرتبطين بدبل بونز، فهنا أكيد عندنا سي اتش 2 وهنا كمان سي اتش 2. المركب ده بيكون شكله كده، احنا بنرسمه كده، لكن احنا عارفين ان هو موجود في الستاجرد فورم، والستاجرد فورم يعني التو اتشز دول مش في نفس الاتجاه بتاع التو اتشز دول، بيبقى شكلهم في الحقيقة كده، دول جايين هوريزونتال ودول جايين فيرتيكال، تمام. فافضل طريقة عشان نشوف شكل المركب ده ونقدر نرسم السيمتري اليمنتس له بشكل واضح، هنرسمه جوه حاجة تشبه متوازي المستطيلات، وهنرسم التو اتشز الناحية دي في التو كورنرز دول، لكن التو اتشز الناحية دي في التو كورنرز المعاكسين. هنلاقي طبعا بكل وضوح ان احنا نقدر نحط سي 2 في الاتجاه ده، تمام، ونقدر نحط سي 2 هنا، لان احنا لما نعمل دوران 180 درجة الاتش اللي في الكورنر ده هتلف 180 درجة وتيجي هنا طبعا، والاتش اللي تحت دي هتلف 180 درجة وتيجي ورا في الكورنر البعيد، تمام. وطبعا نقدر نحط سي 2 عمودية عليها في الاتجاه ده، لان طبعا لما نعمل دوران 180 درجة هنا الاتش اللي في الجانب ده هتلف 180 درجة وتيجي هنا، تمام، والاتش البعيدة هتلف 180 درجة وتيجي في الكورنر اليمين البعيد. طبعا السيمتري elements الموجودة في المركب بتاعنا هي ال E وال C2، ال C2 اللي هي proper axis of rotation بتاعنا، واتنين من ال C2 ال perpendicular على ال proper axis of rotation، تمام. وعندنا اتنين من السيجما، طبعا اول سيجما هيضم ال 2 اتشز وكل الكربونز ويعدي ما بين ال 2 اتشز التانيين bisecting between ال 2 اتشز التانيين، فعندنا بلين في الاتجاه ده وبلين في الاتجاه المعاكس، هيمر بال 2 اتشز دول وجميع الكربونز وبايسكتنج بتوين ال 2 اتشز دول، فاحنا عندنا اتنين من السيجما دي، وعندنا طبعا اتنين من الاس 4، والاس 4 هنا نتجت عن ان نقدر نحط سي 4 وهمية طبعا في نفس المكان اللي فيه سي 2 بروبر اكسس اوف روتيشن بتاعنا. فلو عملنا دوران 90 درجة الاتش اللي هنا هتلف 90 درجة وتيجي في المكان ده، وفي نفس التوقيت الاتش اللي هنا هتلف 90 درجة وهتيجي في الكورنر ده، تمام. لما نعمل ريفليكشن على بلين برضو مش موجود يكون بيربنديكولار على السي 4 اللي احنا افترضناها، هنلاقي ان الاتشز دي هتنعكس وتيجي في
في نفس المكان اللي فيه الاتشز بتاعتنا، تمام. وبالمقابل الاتشز دي لما تتحرك بالسي 4 هيكون مكانها الجديد هنا، فلما تعمل ريفليكشن هتيجي في البوزيشن الاصلي بتاع المركب، تمام. فيبقى السي 4 وبعدها ريفليكشن على بلين بيربنديكولار عليها بيرجع لنا المركب لصورته الاصليه. يبقى عندنا improper axis of rotation، عندنا S4 في المركب، تمام. المركب ده البوينت جروب بتاعته هي D2D، واول ما نشوف الرمز دي دي كابيتال في البوينت جروب بتاعتنا، فاحنا عندنا CN proper axis of rotation و N من C2 العمودية على البروبر axis of rotation ده، تمام. فاحنا عشان عندنا D2 فالبروبر axis of rotation بتاعنا هو C2، وعندنا 2 من C2 عمودية عليه، تمام. وطبعا ال 2 دي هي 2 من السيجما دي عندنا، تمام.